كوكو البنات، السلام. اليوم ان شاء الله نقدموا طاجين ديال المرنه، سهل وبسيط وفي المتناول. غنحتاجو جوج مطيشات بصله، زعتر، بصل بودغ، عطريه بصله الحوت، وخرقوم، تحميره، ملح، ابزار، حامضه مصيره، وقزبر ومعدنوس، والثوم والزيت العود. هنا طحنت المطيشه وضفت عليها، غنضيف عليها البصل والقزبر معدنوس والثومة. وغنضيف حتى التوابل ديالي اللي قلت لكم من قبل، ونطحن كل شيء مزيان. خديت السمك ديالي، غنحيد ليه الشوك والزوائد ديالو. السمك ديالي انا مغسول مزيان بالحامض من قبل ومنقي، نحيد ليه غير السلسل الدخلاني، العضب اللي كيكون في الداخل، ونحاول نقيه من الشوك باش يكون شويه في الظهر، دوك الشوكات الكبار الزعانف، ونديرو يطحن. هنا غنزيد معاه جوج معالق صغار ديال عطريه البسطيلات الحوت، هنا معلقه صغيره ديال البصل بودغ. عطريه البسطيلات الحوت والبصل بودغ كيعطي واحد التزوينه بزاف، ورشه خفيفه من الزعتر. هنا تنشكل كويرات صغار، هنا ضفت زيت البلدية على الصلصة ديالي اللي طحنت في الأول، وغنحركها مزيان فوق النار حتى تسخن. كيف ما كتلاحظوا الصلصة كلشي خاطرة. هنا غنبدا نضيف كويرات الحوت ونقدم في الطاجين ديالي.
الطاجين هذا غير توجد 10 دقائق يكون واجد معنا. هنا بديت نحط الطريفات ديال الحامض المصير. الحامض المصير سيعطي واحد النكهة زوينة لهذا الطاجين. هنا قطعت الطماطم القشرة ديالها ودرت بها تزيين ومذاق ديالها، كدير واحد المذاق زوين باش يكون عندنا الالوان في الطاجين ديالنا. الا كان عندكم الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر تقدروا ديروا، انا ما تفرنش عندي. درت الحامض المصير ومطيشه. هنا غنزيد معلقه كبيره ديال الكزبره مع الناس مقطعين. هنا الطاجين ديالي وجد ورافقته بالسلطه المغربيه البسيطه، مطيشه وبصله وكزبره ومعدنوس والخز محكوك مع الليمون والقرفه. ودائما البنات ديروا هكا سلطات منعشه مع السمك، خيار مع زهر بربا مع الليمون وجزر مع الليمون باش يحيدوا نكهه الحوت. وبالصحه والراحه وان شاء الله تجربوه وينال اعلان.